هذا الذي كان يحكم المسلمين، هذا الذي يأتي رسول الروم إليه فيبحث عنه لا يجده، فيأخذه غلام من أغلمة المسلمين ومن غلمانهم، فيأتي به إلى ضيعة خارج المدينة، فيء لشجرة قد لف برنصه ووضعه تحت رأسه، أي عباءته، ووضعها تحت رأسه ونائم، فيقول هذا الرومي: أهذا خليفة المسلمين؟ نعم. أهذا الذي دوخ كسرى وقيصر؟ نعم. أين الحرس وأين الحجاب؟ فيقول له الغلام: لا يحتاج إلى حرس وإلى حجاب. فيقول الرومي: حكمت فعدلت، فأمنت ثم نمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لولا أن هذا الدين حق لما كان أميرهم هكذا. اسمعوا يا أمراء المسلمين ويا قادته، اسمعوا يا من اضطهدتم المسلمين، اسمعوا يا من عمرتم سجونكم بهم، بماذا تواجهون الله غدا؟ بماذا تخبرون الله؟ وكيف تقفون أمامه؟ هذا نموذج يصيب الناس جدب في زمان سيدنا عمر، فيسمى هذا العام عام الرمادة. يقول الناس: والله قد أشفقنا على عمر. لماذا أشفقنا عليه؟ عندما رأيناه في عام الرمادة وكأنه هو السبب، من كثرة الكفر ومن كثرة ومن قلة طعام ومن قلة شرابه، يخرج من الصلاة فتصوت بطنه ويقول: صوتي أو لا تصوتي، فوالله لا أشرك آخر طفل في المسلمين. اصفر وجهه وذهبت نضارته وأحدثت الدموع خطا أسودا في وجنتيه، ويقول: يا ربي لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي. فيجمع الناس، والإخوة كثير من الناس يقولون: لماذا لا يصلون استسقاء؟ نصلي استسقاء، نعم، ولكن بماذا نواجه الله؟ وبماذا نطلب من الله؟ بكثرة أعمالنا الصالحة، بتوادنا فيما بيننا، برحمتنا وتراحمنا. هل جعلنا ديننا فوق دنيانا؟ يخرج سيدنا سليمان عليه السلام للاستسقاء، وهو في الطريق يرى نملة قد أعطت ظهرها للأرض ورفعت قوائمها إلى السماء، وهي تقول: يا ربي لا تؤاخذنا آدم، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فقال لهم سيدنا سليمان: ارجعوا فقد كفيتم بدعاء نملة، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى بيوتهم من شدة المطر. لا تؤاخذنا بذنب ابن آدم. حتى النمل وحتى الحشرات وحتى الحيوانات تستجير بالله من ذنوب ابن آدم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله خليفته في أرضه، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض كلها طوع أمره، فماذا فعل؟
تكبر وعصى وطغى وتجبر وظن أنه رب الكون. هذا ابن عاد يخرج سيدنا عمر ويخرج معه جل الصحابة ويخرج النساء والصبيان وهم يتباكون، ويقدم سيدنا عمر سيدنا العباس كي يدعو، يريد أن يعلم الناس منزلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم أن الاحترام لآل بيت رسول الله كالاحترام لرسول الله. فقدمه ودعا، وبعد ذلك دعا عمر حتى بكى وأبكى الناس. يقول أهل البادية: في اليوم الذي خرج فيه عمر للاستسقاء، وفي الساعة التي كان يدعو فيها عمر، رأينا الغيوم تتجمع وتسير ولها صوت، ونسمع من الغيوم أصوات وهي تقول: لبيك أبا حفص، لبيك أبا حفص، لبيك أبا حفص. كم نحن الآن بحاجة إلى رجل كأبي حفص يقيم هذه البلة العوجاء. لبيك أبا حفص. ففتح الله السماء بخيراتها وبمطرها، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى البيوت من شدة سيلان الأودية. دعاء عمر لبيك أبا حفص، وهو أحب اسم الله لأن رسول الله سماه أبا حفص. جاء رجل إلى سيدنا الحسن البصري فقال: يا إمام، نشكو إليك قلة المطر، فماذا نفعل؟ قال: استغفر الله. ذهب الرجل وجاءه آخر: يا إمام، إني قليل الرزق. قال: استغفر الله. فجاءه آخر وقال: يا إمام، إني لا ولد لي. قال: استغفر الله. فجاءه آخر: إن زرعي لا ينبت. فقال: استغفر الله. فقال الجالسون عنده: يا إمام، ما جاءك رجل في حاجة إلا وقلت له استغفر الله؟ فقال: أولم تسمعوا قول الله تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك بالاستغفار، كل ذلك بالرجوع إلى الله. أتريدون الغيث؟ استغفروا الله. أتريدون الرزق؟ استغفروا الله. أتريدون الولد؟ استغفروا الله. أيها الأمة، يا أيتها الأمة، عودي إلى ربك، استغفريه، اطلبي العفو، لا تحاولي أن ترضي الناس وتسخطي عليك الله. رسول الله يقول: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. دائما اطلبوا رضا الله، اكثروا من الرجوع إليه، فإنه لا ملجأ ولا منجأ
منه إلا إليه، والله لا تنجو من أي أمر من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، لا تفوز به إلا إذا عدت إلى الله وقلت في كل لحظة: أستغفرك ربي وأتوب إليك. فسيدنا عمر كيف لا يستجاب له وقد أجاع بطنه وعياله وأشبع المسلمين؟ وكيف لا يستجاب لهم وفيهم رجال كالعباس وكعثمان وكعلي